ده تردينا روتين يشتغل للبشرة الدهنية وللرؤوس السوداء والتفتيح البشرة ويشتغل للحبوب. هاي منتوجات، هاي منتوجات، يعني ماكو شيء اسمه ضمان وماكو شيء اسمه اذا ما اشتغلن ارجعهن. هو مو تبريد، واذا ما يشتغل حتى ترجعيه. هاي منتوجات ممكن تشتغل تعطيش نتائج حلوة، ممكن ما تستفادين معتها. اقدم لك الفكرة اللي اعرفها فقط، لا اكثر ولا اقل. لا اكو ضمان ولا اكو اذا ما اشتغل رجعه، حالة حال التبريد، ماكو هالشي. لازم تعتنين الغسول مرتين باليوم، لازم مقشر كل يومين وكل 3 ايام مرة. يحتاج لشواقي كلش ضروري بالنهار يحميك من الشمس. اما هذا السيرون فيتامين سي، بس شي حلو البشرة، نظارة، لمعة، وهذا يشتغل عدش للحبوب من هيلث شوب. يصير عدش روتين، يشتغل رؤوس سوداء ويشتغل حبوب ويشتغل تصفية البشرة.